سيرياتيل تقدم مع أبو جاكو الحكواتي كل خدمة بحكاية. اليوم حكايتنا حتكون عن داعيكم أبو جاكو. وقصتي باختصار هي إني من كتر أعداتي بالقهاوي والحكي عن قصص وخدمات سيرياتيل ما عادت أم جاكو عم تشوفني بالبيت، ووصلت معها القصة لدرجة إنها صارت تغار من سيرياتيل رغم كل حبها لخدماتها. لذلك قررت طيب خاطرها وصالحها وعن طريق سيرياتيل كمان، ورح تشوفوا هالشي هلأ بعينكم لأني رح صالحها على الهواء مباشرة وإهديها أحلى أغنية من مركز خدمات رن بغنية من سيرياتيل على الرقم 1666 بكلفة 30 ليرة أو 40 وحدة للمكالمة، يلي طبعاً ما بيغلو على أم جاكو. دي جي سيرياتيل معك. مساء الخير حبيبنا. مساء النور سيد أبو جاكو، كيف فيني ساعدك؟ أخي متزاعل أنا والمدام وحابب تساعدني بشي غنية إهديها إياها، بركي شي من هالأغاني الجديدة. أنا برأيي خليها غنية قديمة من الطرب الأصيل لأم كلثوم مثلاً، لتعبر لها عن مشاعرك تجاهها. شو رأيك بغنية الحب كله؟ والله جبتها، خاصة إنها بتحب أم كلثوم كتير، وبركي بتنزل لي إياها كمان وبتخصصها نغمة لأم جاكو مشان تسمعها لما تدق لي. وهي رقم أم جاكو 0933-222-111. تكرم عينك أستاذ أبو جاكو، كل شي طلبته رح يتنفذ خلال ثواني. وبحب ذكرك إنه الغنية اللي خصصتها لست أم جاكو حتضل لمدة 30 يوم وبسعر 25 ليرة، ورح تتجدد بشكل تلقائي إذا ما حبيت تلغيها. أعوذ بالله، شو نلغيها؟ لك هي أم جاكو، هي بدنا نضل نجددها وباستمرار، هذا إذا ما ضفنا لها أغاني جديدة كمان. أي إضافة بتريدها أنا بخدمتك، لأنه أنا دي جي حطتني سيرياتيل خصوصي لحطلكن أحلى أغاني تخليكن تعيشوا بحب وأماني. عن جد الواحد لا يدور ولا يعذب حاله، لأنه فريق سيرياتيل على طول عندن الحل يلي نحنا بانتظاره. سيدي بدك تعرف أكتر؟ تصل على 111 إذا كان خطك لاحق الدفع، أو على 222 إذا كان خطك مسبق الدفع، وزور موقعنا سيرياتيل.sy.